أنا عارف طلبك، أنت تبين عطر ثبات قوي وفوحان قوي جدا، يعني إذا كنتي في مكان وطلعتي منها الكل يعرف أنك كنتي موجودة، وحتى إذا مريتي من عند مكان يعرفون أنك أنت اللي مريتي من هنا. عطر تنسألين عنه، أنا ما راح أعطيك عطر واحد، أنا بعطيك ثلاث عطور أوسع مجال للتجربة. ببدأ ترتيبه من الثالث إلى الأول حسب اللي أشوفه من وجهة نظري. العطر في المركز الثالث اللي هو من زيرجوف إيرببورا، عطر فاكهي سويتي قوي جدا، فوحان جدا قوي. في المركز الثاني اللي هو من أرماني فيرت ملاكايت الأخضر، عطر ما يحتاج ثبات، جمال رائحة قوي جدا، يعني نادر أنه ما ينسى عنه اللي يحب. في المركز الأول وهذا دائما أنا أقوله اللي هو سوبريم بوكي من إيف سان لوران، عطر جدا قوي جميل، ثبات فوحان، يترك أثر في المكان. واللي جرب أحد العطور الثلاثة هذه لا تعطينا رأيه في التعليقات، أو إذا عندك عطر تشوفه قوي شاركنا فيه في التعليقات عشان الكل يستفيد.